الحاجات المهمة جدا المفروض هنشتغل عليها سوا وهي الماركت ريسيرش. طيب الماركت ريسيرش عشان تكون فاهم يعني ايه الماركت ريسيرش، هو ان انا بعمل ريسيرش بشكل بسيط كده، ان انا بعمل ريسيرش عشان افهم السوق نفسه، علشان افهم السوق نفسه، علشان اقدر ادرس السوق ده وافهم كل البيانات اللي فيه، افهم كل الاحصائيات اللي طالعه منه، ابتدي اعرف البيانات والمعلومات اللي موجوده في السوق ده عشان اخد قرار، سواء القرار ده ان انا ادخل السوق او لا، او ان انا اشوف عدد مبيعاتي بيقل او بيزيد بسبب ايه، او ايه التغيرات اللي بتحصل في السوق ده. وعلشان تفهم الماركت ريسيرش لازم تكون فاهم طبيعه المنتج والسعر والمكان والادز او الترويج بمعنى اصح. طيب علشان تكون فاهم ده ما يسمى بالمزيج التسويقي اللي احنا لسه قايلين عليه، منتج وسعر ومكان وترويج، حتى علشان تعرف بحث التسويق. طيب عشان تعمل بحث تسويقي لازم تكون فاهم الشريحة اللي هتشتغل عليها وحاطط اوبجيكتيف معين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هعمل ماركت ريسيرش عشان افهم نقطة معينة، علشان اعرف انا بحقق مبيعات بما يتناسب مع السوق ولا لا، هل انا واخد شريحة سوقية فعلا مظبوطة وقادر اخترق السوق بشكل كبير ولا لا، هل انا عندي مشكلة مع العملاء بسبب نقص في نقطة عندي في السوق انا مش بقدر اديها ولا لا. بتقدر تفهم منه المنتجات اللي في السوق، الخدمات اللي بتتقدم، التطوير اللي تقدر تبني عليه السوق بتاعك او الشغل بتاعك، علشان تقدر ان انت تخدم العملاء اللي فاتوا وتبني عملاء جداد وتبتدي ان انت تشتغل على نقط محدده. طيب علشان اعمل ده انا هستفاد ايه؟ هتبتدي ان انت تفهم السوق العقاري بشكل كبير، تبتدي تفهم السوق العقاري بشكل كبير، عشان يوم ما تيجي تشتغل على ان انت تبني بروجكتس او تختار بروجكتس معينه، تبقى انت فاهم انت بتختار على حسب السوق اللي انت شغال عليه، او لو انت هتدخل سوق جديد تبقى انت فاهمه جوه الريل استيت. طيب تعالى كده نفكر، لو انا المفروض همشي على الماركت ريسيرش، همشي على الماركت ريسيرش، اول حاجه لازم تحدد المشكله. تحدد المشكلة يعني ايه؟ يعني تحدد انت المفروض هتشتغل على ده عشان تحدد نقص المبيعات ايه بالظبط عندك، ولا انت تشتغل على ده بحيث ان انت محتاج تدخل في بروجكتس جديدة او تبني بلان جديدة، او المفروض ان انت هتحدد ده علشان المفروض بتبني اوبجكتيف لدخول السوق من جديد وانت لسه مش موجود في السوق وعايز تدخل السوق جديد. طب انت دلوقتي خلاص حددت المشكلة أو البوينت أو الأوبجيكتيف اللي أنت هتشتغل عليه، أول حاجة تحدد اللي هيشتغل على المشكلة دي، تمام؟ يبقى المفروض تشوف إيه مين اللي هيشتغل على الماركت ريسيرش نفسه، من سيجري البحث التسويقي، تمام؟ مين هيشتغل على ده، تمام؟ طيب احنا لما انت تشوف مين هيشتغل على البحث ده، والله احنا عندنا في الشركه عندنا البروجكتيف بتاعتنا ان احنا عايزين نحط اوبجكتيف المشاريع اللي المفروض هنخشها، المشاريع اللي المفروض هنخشها. طيب حلو جدا، انا ما هدخل السوق ده علشان عايز افهم السيلز كتالوج اللي في السوق، عايز اعرف ايه المشاريع الجديده اللي موجوده في السوق والمشاريع الناجحه والمشاريع اللي انا المفروض اشتغل عليه. طب مين هيشتغل على ده؟ اللي شغال على الميديا باير مثلا، والمفروض هيشتغل على الجزء الداخلي والخارجي، يعني يعرف الانفورميشن الداخليه من جوه الشركه از ديفلوبمنت والكلام ده كله، وهيعرف كمان التفاصيل بتاعه الشغل على السوق من بره، الشركات المنافسه وما الى ذلك، ويبتدي يشوف السوق هيمشي ازاي. طب بعد كده هتحدد التقنيات والاساليب، التقنيات والاساليب اللي انت هتشتغل بيها، التقنيات والاساليب اللي انت هتشتغل بيها، الاساليب اللي هتشتغل بيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله انا هبتدي اشوف بتوع السيلز اللي معايا، اقول لهم هاتوا الريبورتس بتاعه العملاء اللي كانوا عندنا، الكلاينتس اللي كانوا عندنا، عشان اشوف الكونس بتاعتهم وابتدي اشتغل على السجست او الريبورت الماركت ريسيرش. والله المفروض ان انا هشوف العملاء اللي فاتوا وابتدي ان انا اتواصل معاهم وكونكت معاهم باي فون، علشان ان انا
اعرف منهم كل التفاصيل اللي ممكن يشتغلوا عليها او التفاصيل اللي هم محتاجينها وابتدي اماركت فيها. طيب المفروض ان انت خلاص حددت التقنيات والاساليب، تبتدي تجمع البيانات نفسها، تبتدي تجمع البيانات والمعلومات اللي انت محتاجها علشان تبتدي ايه بيانات، تمام، علشان تبتدي تشتغل بشكل صح، تجمع البيانات اللي المفروض هتشتغل. يعني والله تبتدي تجمع المعلومات، تبتدي تكلم الكلاينتس اللي انت المفروض هتكلمهم، تبتدي ان انت تحدد النقط اللي المفروض محتاج تعرفها، تبتدي تشوف السيلز اللي عندك وتاخد منهم الانفورميشن اللي انت عايزها والتفاصيل دي كلها. بعد كده تشتغل على تنظيم البيانات، تنظيم البيانات نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ والله انا جمعت معلومات وعملت ورق كتير وكتبت في كل حتة وعرفت كل التفاصيل ومعايا كل الانفورميشن اللي انا محتاجها، ابتدي انظم بقى المعلومات دي. والله انا عندي 65% من العملاء بيشتكوا مثلا ان هم ما لاقوش المساحات اللي هم محتاجينها. طب والله عندي مجموعه من السيلز بيقولوا ان هم مش بيتوفر لهم كواليفايد ليد. والله عندي، وابتدي احدد كل النقط دي بالاحصائيات بالبيانات بتاعتها. بعد كده ببتدي اتخذ الاجراءات المناسبه. الاجراءات المناسبه، الإجراءات المناسبة. خلاص انت هتاخد بقى الإجراءات المناسبة بتاعتك. والله انا محتاج اشوف الإجراءات بتاعتي والتفاصيل بتاعت الريبورت ده، وابتدي والله انا عندي ناس كتير في السيلز بيقولوا ان هم مش بيجي لهم كواليفايد ليد. خلاص هبتدي اشتغل على ده وابتدي اشوف ازاي نحسن كواليتي ليد. والله الناس مش عندها افيلابيلتي او مش عندها المساحات المناسبة، لا والله انا المفروض هبتدي اشتغل على النقطه دي. دي الخطوات اللي بنمشي عليها بشكل سريع وبسيط جدا في الماركت ريسيرش. المفروض بقى نطبق الكلام ده، عامل لك شيت المفروض انت هتاخده وتطبق فيه الكلام ده وتطبق عليه النقط اللي المفروض اللي انت المفروض تكون فاهمها، هنشتغل عليها دلوقتي وهناخد كل التفاصيل بتاعتها ونبتدي نشوف ازاي نطبق ده على مشاريع حقيقيه ومشاريع اساسيه احنا ممكن نكون بنشتغل عليها حاليا، وهتطبق ده على البروجكتس بتاعتك وتقول لي والله انا حققت ده او وصلت ده صح ولا غلط، والديسيشن اللي المفروض تاخده بيه.